هدوء يخيم على الضفة الغربية بفعل الإغلاق الشامل، إغلاق يأتي ضمن إجراءات الحكومة الفلسطينية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره. خطوة لجأت إليها الحكومة بعد تجاوز أعداد الإصابات في مناطقها 12,000 إصابة و74 حالة وفاة بالفيروس. في المقابل توقعت وزارة الصحة الفلسطينية تراجعا بعدد الإصابات خلال الأيام المقبلة مع التزام الفلسطينيين بالحجر المنزلي خلال الإغلاق. هنالك حالات شفاء بأعداد كبيرة يتم الإعلان عنها، فبالتالي يجب على المنحنى أن يبدأ من الآن فصاعدا بالنزول وأن تحكم السيطرة على الوضع الوبائي. حالة الإغلاق المتقطعة دفعت شريحة واسعة من الفلسطينيين إلى الاحتجاج، مثل العاملين في قطاع السياحة وخاصة المطاعم التي تشهد كسادا بفعل الإغلاق ومنعها من العمل. يعني الناس الله يكون بعونها، لا في معاشات، لا في حتى الموظفين، لا مش قابضين، الناس الله ساعدهم. صرنا نفتح يوم 10 بلاه، وغير الشيكات اللي رجعت، وغير المصاريف، غير الالتزامات البيتية اللي مش قادر الواحد يدفعها. عيد الأضحى على الأبواب ويخشى الفلسطينيون من الإغلاق، لكنهم يسوغونه في أحيان أخرى لمنع التخلط والحد من انتشار فيروس كورونا. أما الحكومة ففي انعقاد دائم مع لجنة الطوارئ العليا لتقييم وضع الوباء وإعلان توجهاتها استنادا إليه. تصريح لافت لوزارة الصحة الفلسطينية بتوقعها انخفاض أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، تصريح يبني عليه الفلسطينيون لاستعادة إيقاع حياتهم العادي بعد إغلاقات متكررة تأثرت بها مداخلهم وأنهكت الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح. يارا العملي العربي.